بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين يا رب العالمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم في كل يوم اثنين في هذه الجلسة المباركة مع أنوار سيدنا رسول الله، نمدح الحبيب ونصلي عليه ونرسل أشواقنا وصلاتنا وتحياتنا إليه، علّه أن يتعطف علينا وهو الكريم صلى الله عليه وسلم. معنا في حلقة اليوم المنشد الدمشقي الحبيب الشيخ بهاء الدين الحايك. أهلا وسهلا شيخ بهاء. أهلا وسهلا بكم يا سيدي، حياكم. منورنا ومشرفنا. الله ينور قلبك، منورين. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيكم. المرة اللي فاتت سمعتنا من التراث الشامي الدمشقي. أيوة. عايزين ناخد حاجة بقى من التراث المصري، إيه رأيك؟ يا فتاح. اتفضل يا سيدي. الله يبارك فيكم يا سيدي. يا ربي أنت الهادي، وفقني للهدى، ونور لي فؤادي، واجلو عنه الصدى. يا ربي انظر إلي، يا ربي تب علي، يا ربي انظر إلي، يا رب يا ربي تب علي، وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، يا إلهي مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، وفقني للهدى، يا ربي أنت الهادي، وفقني للهدى. مولاي إليك رجوعي، وأنت موئلي، وفي شبعي وجوعي عليك توكلي. ربي أنت الخلاق، ربي أنت الرزاق، ربي أنت الخلاق، ربي أنت الرزاق. يا ربي انظر إلي، يا ربي تب علي، يا ربي انظر إلي، يا رب يا ربي تب علي، وانا مالي غيرك مالي، يا إلهي مالي غيرك مالي، وانا مالي غيرك مالي، وفقني للهدى، يا ربي أنت الهادي، وفقني للهدى. آمين يا رب. يا ربي أنت الهادي، وفقني للهدى. وكما قال مشايخنا، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آمين يا رب العالمين. مدح سيدنا النبي بيرقق القلب، بيطمئن القلب، بيجعل الروح مشتاقة دايما لسيدنا النبي. هروح فاصل وارجع تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على الجميل المجمل سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من كل جميل، وأكمل من كل كامل.
سيدنا ابن الفارض يقول: كملت محاسنه وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفه. الحقيقة في قصائد كثيرة في مدح سيدنا النبي، من أجمل هذه القصائد التي تصف الجمال النبوي: صفه لي يا من رأيت الحسن يوما. نسمعها كده بصوت الشيخ بهاء، ربنا يفتح عليه ويمتعنا بأنوار سيدنا النبي. آمين يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صفه لي يا من رأيت الحب ليلا، إن عيني تشتهي ذاك الجمال. صفه لي يا من رأيت الحب ليلا، إن عيني تشتهي ذاك الجمال. صف جميلا كاملا خلقا وخلقا، من جمال الذات قد حاز الكمال. صفه لي يا من رأيت الحب ليلا، إن عيني تشتهي ذاك الجمال. صف عيون الهاشمي، صف للمحيا، صف عيون الهاشمي، صف عيون الهاشمي، صف عيون الهاشمي، صف للمحيا، صف لي ثغرا بابتسامته تلالا. صفه لي يا من رأيت الحب ليلا، إن عيني تشتهي ذاك الجمال. اللهم صل على الجميل المجمل سيدنا النبي قمر صلى الله عليه وسلم. نسمع قمر بقى. حاضر يا سيدي. وأجمل منك يا حبيبي لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء. قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل البلاد. حبيب الله يا خير البرايا، قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. الله يفتح عليك ما شاء الله. الله يجبر خاطرك يا سيدي. أقسمت بجاه الرحمن لن أمدح غير العدنان، وبحق جلال الحنان أهواه بقلبي وجناني. فأجب رباه لولهاني
يرجوك بفضل القرآن وأذقه شراب العرفان من كف رسول الإحسان. اللهم آمين يا رب. اجمعنا بسيدنا رسول الله دنيا وأخرى جسدا وروحا، اللهم آمين. لسه معانا كتير في مدح سيدنا النبي، هروح فاصل وارجع، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ولسه مع مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: يرد علي الحوض يوم القيامة أناس لا أعرفهم إلا بكثرة الصلاة علي. شفاعة النبي وورود الحوض على النبي سببهما الصلاة على جنابه الشريف. يا رسول الله شفاعة، نسمعها بصوت الشيخ بهاء، اتفضل. آنست نارك فالتمس لخواطري قبسا يضيء القلب يا سيناء، تربت يداي تربت يداي إذا حرمت كشافعا ومنعت حوضك أيها السقاء. يا رسول الله شفاعة، يا حبيب الله شفاعة، يا رسول الله شفاعة، يا حبيب الله شفاعة. لما ناديت لبينا أدمنا السمع والطاعة، لما ناديت لبينا لحرم الله حجينا، لما ناديت لبينا لحرم الله حجينا، رفعنا للسماء يدينا، رفعنا للسماء يدينا، وعيوننا تغرقت بدمع. يا رسول الله شفاعة، يا حبيب الله شفاعة، يا رسول الله شفاعة، يا حبيب الله شفاعة. لما ناديت لبينا أدمنا السمع والطاعة. صلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، اللهم شفعه فينا بجاهه عندك يا رب العالمين، اللهم أمين. جزاك الله خير يا عم الشيخ بهاء، شرفتنا ونورتنا، الشرف يا سيدي، وربنا يفتح عليك ويحفظك ودايما كده تمتع الأمة بمديح سيدنا النبي يا رب صلى الله عليه وسلم. وزي ما انا قلت يعني المديح انشاد وارشاد. الله الله. الانشاد يعتمد اما على ايه او على حديث او قول العلماء، فاحنا بنعلم الناس من خلال الانشاد ونتقرب الى الله به. وزي ما كان يقول سيدنا الشيخ صالح الجعفري: اقصر الطرق التي تقربك الى قلب رسول الله كثرة سماع مدحه الشريف. الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يزيدك ويكرمك. الله فيكم يا سيدي. وشرفتنا ونورتنا. الشرف يا سيدي، الله يجبر خاطرك. ونورت مصر كلها بقصايدك وفرقتك المباركة. الله يجبر خاطرك. فرقة شامة، ربنا يجعلها شامة وعلامة وسبب لفرحة سيدنا النبي. يا رب صلى الله عليه وسلم. يا رب، اللهم أهلا وسهلا بيك. وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة، ودايما نلتقي في حب رسول الله.
اللهم رضه عنا وارض عنا برضاه عنا، اللهم أمين. شوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.